مفيش عزومة بتخلى من صينية الرقاق. تعالوا النهاردة نعملها بحشوة الفراخ عشان نبعد عن الطرق التقليدية. هنفصص فرخة مسلوقة، هنتبلها بمعلقة ملح ومعلقة فلفل اسود ومعلقة كمون ومعلقة كبيرة دبس رمان، ونقلبهم كويس. ودلوقتي هنبدأ نبل الرقاق بالشوربة المغلية، وندهن الصينية زبدة ونحط الرقاق واحدة واحدة، وندهن زبدة بين طبقات الرقاق. وبعد ما نرص 4 طبقات من الرقاق هنحط حشوة الفراخ، ونرجع نرص 4 طبقات رقاق تاني، وهنرش زبدة سايلة على الوش. ودلوقتي صينيتي جاهزة تدخل الفرن لمدة 20 دقيقة على درجة حرارة 180. كملي عزومتك بصينية الرقاق المحشية فراخ، وبألف هنا وشفا. كل وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة.com.